يبراوط راسك بالسربه باش فهمتي ترتاح، دير بوش علمونا العائله الوالدين الدوله كذا، ولكن تجي وصل واحد 13 40 عام تجي تشرشم مزيان ديك البرا اللي كنتي كدك دابا ما تبقاش خدام. تخيل راسك عندك 40 عام العود، تخيل راسك غادي تكون الا كنتي دابا شويه كتقول انا راني مقسم، من هنا 40 عام ماشي غادي تكون مقسم، تكون ميت، تكون انتحرت، تكون باقي عايش بالجسد، اما الروح مات وكتزيد تعذب كل نهار. كي جاك هاد الهضره هادي قاصحه ياك؟ هاي جايز، صباح الخير، كثير لاباس عليكم. انا عاود واحد القضيه اللي قلتها في الفيديوهات الفايتين خويا، الا كنتي مبتدئ راه بزاف ديال الناس كانوا بحالك، انا واحد النهار كنت بحالك، بزاف ديال الناس حاليا اللي بحالك وتا هما بدلوا حياتهم وفريمون سهل تلقى الطريق ديالك. الفرق اللي واقف لك في الطريق عرفتي شكون هو؟ واحد خونا خاصك ما تحملوش فريمون، حتى انا كنكرهو توقف لك في الطريق ديما الا بغيتي دير شي حاجه في حياتك. غتمشي تلقى واقف قدام المرايه، ملي تشوف المرايه تلقى واقف نتايا قدامك، غتلقى واقف قدامك اللي هو نتايا، ما كاين حتى شي واحد اخر غادي يوقف لك قدامك في الطريق. ولكن بالثقافه فاش كبرنا فهمتي وكتبغي تفك من المسؤوليه وديك العقليه ديال الفقراء، فهمتي علاش نقول لك قرا واحد الكتاب سميتو ابي الغني ابي الفقير، وقرا حاول تكتسب المايند سيت ديال الناس اللي لاباس عليهم. الناس اللي لاباس عليهم ماشي لاباس عليهم بالزهر، بالمايند سيت، حاول تكوبي هذاك الشيء اللي كيديروا الناس اللي لاباس عليهم، حاول تشوف شنو كيديروا اللي ما كديرش ودير حتى انت بحالهم. الثقافة ديال الناس الفقراء هي الاخرين كيوقفوا لينا، هذوك ما بغوناش ندير، كيخبيو علينا الحكومة الدولة البرلمانيين شفا، هادو كاملين كيتامروا علينا، والديا العائلة خوتي خوالي الناس اللي دايرين بيا، هادو كاملين كيتامروا عليك باش انت تفشل. فريمون اللي كيتامر على راسو باش انت تفشل هو انت كتامر على راسك. الحمد لله الانترنت وفرات واحد الفرصة اللي ما كناش لقاوها والدينا، وحنا توفرات لينا، واللي جاي ما غادي توفري ما احسن ان شاء الله. استغل الانترنت، استغل الانترنت، استغل الانترنت. اليوم كاينين الملايين ديال فرص الشغل، فريمون كاينين بزاف ديال فرص. راه ناس مغاربه دابا حاليا كيبيعوا في اي باي وتيدخلوا فلوس الحمد لله، ناس مغاربه خدامين في فايفر وكيديروا فلوس مهمه يوميا، ناس ما عندهمش لا لغه لا انجليزيه لا فرنسيه خدامين في خماسات، هادو كاملين غادي نكتبهم من بعد وخدامين دبري على راسهم. عاد كاين ملي يولي عندك راس المال ديك الساعه فهمتي ممكن تقاد شي سيت كبير ديال الادسانس، تشري الترافيك حتى نتايا، دير لاربيتراج، علاش لا دير شي ستور ديال شوبيفاي، علاش لا النيفو الكبير كاع دوز الامازون اف بي اي، علاش لا؟ ولكن بزاف ديال الدراري كيجي كيبغي يبدا بهذا الشيء اللي دويت عليه هذا، الله دابا كيجي كيبغي يبدا بهذا الشيء، تقول ما عنديش راس المال، فاك شكون اللي يدير راس المال؟ غادي نعطيه لك انا، غادي نعطيه لك الاخر، تمشي تخرج تخدم عليه في اي بلاصه، ولا غادي تريح تخدم في هادو فايفر اي بي اي خمسات تجمع راس المال، ما كاينش اللي يعطيك. او تادي داخل في عقليه الفقراء ديال راه ما بغاوش يوريونا، راه ما بغاوش يعطيونا، ومنين غادي نجيب راس المال؟ ما كاينش شي حاجه سميتها منين، كاين شي حاجه تمشي تخدم وتجي تلقى السوليسيون، كاين تقلب على الحل اجي تلقاه، اجي تخدم اجي توصل، ما تخدمش ما اجيش توصل. عاوتاني نرجعوا على واحد السؤال خويا، بزاف الفيديوهات كان دوي كيتعاود داكشي اللي كان دوي كيعاود يرجع ليا كسؤال خويا السمو، دابا الله شفت فايفر هذا كيفاش نبدا فيه؟ ما تبقاش تسول بزاف، كلشي مشروح اونلاين، كلشي مشروح في الانترنت، انا ما مساليش الاخرين ما مساليش يشرحوا لي، كلشي مشروح ديجا، كلشي مشروح، وما مشروحش مره واحده، مشروح من 10 ديال الناس، 20 الناس، 100 الناس، يعني الا زدت انا شي شرح غادي نزيد بالغباء وتضيع الوقت، علاه ما يمكنش ندير شي شرح؟ كلشي مشروح، غادي تدخل يوديمي دوت كوم، كاينه الفوق واحد الكيز، كتب فيه، شوف شنو باغي تتعلم، باغي تتعلم فايفر، كتب تما فايفر، بغيتي تتعلم امازون، مرحبا، كلشي مشروح بالفيديو من ا تال زد، غاتكتب تما امازون، بغيتي تتعلم لافيليياسيون، كتب تما افيليييت بروجرام، بغيتي تتعلم سي بي اي، بالمناسبه كتب تما سي بي اي، شنو باغي تتعلم؟ قول لي الله يخليك شنو باغي تتعلم؟ مرحبا باغي تعلم الريسكين ياك، قلت الريسكين صافي كتبت تما الريسكين، غادي يطلعوا لك بزاف لي فورماسيون فيديوهات من ا تال زد، شرح واحد جوج ثلاثه شنو غادي دير خطوه بخطوه من ا تال زد، غادي يمشي معاك بالفيديو. هلا لا قديت انا شي شرح كيتسمى غباء، كيتسمى غباء وتضيع الوقت، وانا ما عنديش الوقت اللي نضيع. الاخرين اللي كتسناو كتقول ما بغاوش يعلموك، ماشي ما بغاوش يعلموك، انت ما باغيش تتعلم. ها هما كاينه مليون فورماسيون، كاينه 100 ديال لي فورماسيون في فايفر على كل مجال، وبالفيديو شرح من ا تال زد، انت ما باغيش تتعلم، انت ما باغيش. دابا عندك الفيديوهات، عندك كلشي اللي بغيتي تتعلم في هذا الزمن هذا، كاينه المعلومات، حتى واحد ما كيخبي عليك شي حاجه. هذيك كيخباو علينا هي واحد السبه كديرها باش تهرب من راسك، باش تهرب من واحد الشعور خايب غادي تحسو ديال فهمتي، غادي يحسك راسك واحد الشعور خايب، لان كاين واحد الطامر كيعيش في وسط منا. شفت واحد الطامر غادي الا ما وريتيش وما تقدمتيش في حياتك، واحد الوقيته غادي ينبك، غادي يشرشمك، غادي يعذبك في حياتك، تولي عايش معذب، وتولي عايش واحد الازمات نفسيه كبيره، وتولي موسوس وتولي مريض.
كاين الحل، كاين واحد الحل قريب للمعده، واحد الحل قريب للمعده هو دوك البراوات راسك في السربه باش فهمتي ترتاح. ديال واش علمونا العائله الوالدين الدوله كذا، ولكن تجي توصل واحد لاج 40 عام تجي تشرش مزيان ديك البرا اللي كنتي كدك دابا ما تبقاش خدام. تخيل راسك عندك 40 عام عاود، تخيل راسك غادي تكون الا كنتي دابا شويه كتقول انا راني مقسم، من هنا 40 عام ماشي غادي تكون مقسم، تكون ميت، تكون انتحرت، تكون باقي عايش بالجسد، اما الروح مات وكتزيد تعذب كل نهار. كي جاك هاد الهضره هادي قاصحه ياك وخاصك تمشي تخدمها معلم، لان ديك البرا اللي كدك كما قلت لك 40 عام لا توصل 40 عام ما تبقاش خدام. كلشي كاين، ما تكذبش على راسك، باقي كلشي كاين، توعد ربي عليك شي حاجه. مشات تقلب بالفيديو من الاول حتى الاخر وتعلم. عرفتي شنو اللي ناقص واللي ما كيتبارطاجش في العالم العربي، واللي انا كنت ملي اكتشفته عجبني بزاف ودرت واحد النقله في حياتي كبيره، هو الشيء اللي كنشارك معاك، هو المايند سيت. هادشي ما لقيتوش، كل اللي لقيتو هو هلي فين دابا تلقاني قطعت واحد المراحل كثار. لان الفقراء، عرفتي علاش فقراء؟ لان المايند سيت ديالهم ديال الفقير، لان التصرفات ديالو لي زاتيتيود ديالو يوميا بلي كيدير هما اللي كيخلوه فقير، وغادي يبقى فقير وامبوسيبل يولي لاباس عليه. والناس اللي لاباس عليهم عندهم واحد المايند سيت واحد العقليه واحد لي زاتيتيود اللي تيخليهم لاباس عليهم. وكاينه واحد المقوله اللي كتعجبني، الا جدينا كاع الفلوس اللي كاين في العالم وقسمناهم على الناس بالتساوي غادي نصبروا 3 سنين. الناس اللي لاباس عليهم غادي تعاود ترجع لهم الفلوس، والناس الفقراء غادي يرجعوا فقراء. الناس اللي لاباس عليهم غادي يحيدوا الفلوس للناس الفقراء، ما غاديش يحيدوهم لهم يوقف عليه بموس ولا بالسيف، ما يوقف عليه لا بموس لا بجنويه. التصرفات ديال هذا يوميا والطريقه ديالو التصرف ديالو مع الفلوس وكيفاش كيبانوا ليه الفلوس وشنو كيدير باش يجيب الفلوس مقارنه مع الاخر، الاخر غادي يخسر فلوسه، هذا غادي يشد الفلوس، هذا غادي يشد فلوس هذا، ومن بعدها الفقير غادي يبقى يبكي. او ثاني غادي نرجعوا للمايند سيت ديال الفقراء، هي ما كيستنتجش الدرس وما كيتعلمش ويمشي شو صحح المشكله، غادي يبقى يدوي. الفقراء شلهبيه قهرونا نصابه الراسماليين داولينا رزقنا احنا مقهورين دعيناهم الله، وغادي نكملوا في هذا السيناريو هذا. والغني غني ما كيشكيش، كيمشي كيخدم، واخا يفشل تيمشي يخدم، تيفشل يمشي يخدم. الفقير كيدوز حياته كامله كيكريتيكي في الاخرين، الكريتيك الكريتيك كيكريتيكي اي حاجه، كيكريتيكي التلفازه الكره صحابو المغني اي حاجه كيكريتيكي. الا ريحش الناس مع الناس اللي لاباس عليهم اجي تلقاهم كيتناقشوا في داكشي اللي بغاو، اجي تكون مريحه تقول لك اه شفتي داك الفيديو ديال بيت باتريك دافيد، اه شفتي داك الفيديو ديال بريندون بيرشارد، اه شفتي داك الفيديو، شفتي داك شنو الخطاب الاخراني ديال شي واحد. المهم كيناقش ماشي جبد الفيديو ديال داك الشخص ولا شي حاجه، لان علاقه بالشخص لا ما كيناقشوش الاشخاص، كيناقش الفكره اللي في داك الفيديو. الشخص الفقير شنو بيان سور ما هادشي ما هادشي ما هادشي يناقش الفيديو، ما هادشي يدوي عليه بطريقه مزيانه، شنو غادي يناقش؟ اه شفتي صاحبي داك الفيديو ديال داك فيديو كليب ديال داك فلان، احرتوك اه صاحبي عيقت هذاك خاص مهرتيت، اه شتي صاحبي تي هذيك تا هي طلعت لنا في الطوندونس ديال اليوتيوب صاحبي، ولايني مشكله. كيدوز حياته مقابل هاد الخوال الخاوي هادو كيكريتيكي، وما حتى كتكريتيكي ما عندك كترجع للور. اسهل حاجه ندير في حياتي نجلس نكريتيكي، راه اللي صايب هو الخدمه والرجال هما اللي كيمشيو يخدموا، العيالات هما اللي كيكريتيكيو، ماشي العيالات هي المراه. يعني كننتقد دابا المراه، مع احترامي للمراه، وكاين بزاف ديال النساء اللي ما يوصلش لهم الراجل حتى الصبع ديالهم الصغير بيان سور، وكنشوفوهم وسيرتو غادي دابو كيزيدوا. ما نحطوا هاد المصطلح كيتستعمل في المغرب نتعاملوا به، العيالات غادي نقولوا فهمتي، العيالات هما اللي كيكريتيكي العيالات في الحمام، وديك الثقافة ديال الحمام حاول ما تتبناهاش، ما عندك ما دير بها، ما عندكش ما تفيدها. الناس اللي تتبنينا ما وصلتهمش لقدام، خذ شي حاجة اللي تنفعك، شي حاجة اللي تنفعك خذها، شي حاجة اللي ما تنفعكش لوحة. تكريتيكي ساهل، راه نجلس نكريتيكي لك من هنا حتى العام الجاي. عطيني أحسن لعابة الكرة، عطيني أحسن رئيس، عطيني أحسن واحد ساهل باش نكريتيكي، ولكن اللي صعيب هو نمشي ندير 1% ديالو ما نقدرش نديرها. كون راجل ودير 1% ديالو، وما تكونش بحال العيالات وتبقى تكريتيكي، سير تخدم على عاود. الخصة شنو؟ حاول تشوف الناس اللي لاباس عليهم كيفاش كيفكروا. احسن كتاب تبدا به هو اقرا ابي الغني ابي الفقير، هذا هو الاول، يعني هذا هو الدرجه ديالك الاولى. نقول لك الدرجه ديالك الثانيه هي شوف واحد ايقظ قواك الخفيه ديال واحد الكتاب ديال توني روبنز، هذا هو الخطوه الثانيه. شوف واحد الكتاب حتى هو راه ديجا شاركته وديما كنقراه وديما كنعاود نقراه، ديال واحد الكاتب سميتو تي هارف ايكر، سميتو عقليه المليونير، مليونير مايند سيت بلونجلي، الا لقيتيه بلونجلي احسن، ما كانش عندك معلوم بلونجلي قرا بالعربيه، سميتو عقليه المليونير، قراه شوف شنو كيديروا الناس اللي لاباس عليهم. الا بغيتي تولي واحد منهم وحاول حتى انت ديرو، حاول تكوبي منهم الماكسيموم بوسيبل، شوف شنو اللي ما كيديروش وتخلى على داكشي اللي ما كيديروش من السلوكيات ديالك اليوميه. راه ما كيكريتيكوش، ما كيضيعوش وقتهم في الخوال الخاوي. حاول ما تبقاش تضيع وقتك في الخوال الخاوي، حاول تنقص عليك دوك البرامج بحال الحبيبه امي وما عرفتش دوك البرامج اللي بحالهم السميات ديالهم كتنسى عليا، يلا طاح لي هذا البرنامج في الراس، لان الاحصائيات كتقول، لان في امريكان كاينه احصائيات ما عندناش في المغرب الاحصائيات.
في امريكان كيقول لك بلي 86% ديال اللي كيتفرجوا في ديك الرياليتي تي في، داك التلفزيون الواقع وشنو طاري، وديك الهضره الخاويه ديال اخطر المجرمين الحبيبه امي ودوك البرامج، 86% اللي كيتفرجوا فيهم ناس فاشلين عليها. بما انهم كيعرفوا بلي اكثريه المشاهدين ناس فاشلين، الشركات الكبار اللي عندهم طوموبيلات واعرين واللي براند كبار ما كيشروش اشارف وزد داكشي باش يتفرجوا فيهم الحراج اللي جالسين ديك الساعه قدام التلفازه، كيمشيو الشركات اللي كيبيعوا لك دوك المنتجات البسيطه. ديك الساعه تولي تيجي دوك المنتجات البسيطه اللي الاستهلاك ديالك اليومي اللي تيضيع فيها الفقير فلوسه كاملين، ولا شي كريدي ديال باش دير شي طوموبيل على قد الحال ولا شي حاجه، ولا هاك باش تغسل الماعن وما تنساش تاكل هادي تاكلها وتشرب المشروب حتى هو راه زوين لك. ولكن في وسط دوك البرامج الشركات الكبار اللي عندهم شي منتجات غاليين ما كيديروش الاشهار ديالهم، علاش؟ لان النوعيه ديك الساعه اللي كتفرج في التلفازه ماشي هما النوعيه اللي بغاو هما، وبالتالي خصك توقف من تفرج بحال داك الشيء كتضيع وقتك. ولا اني انا كنفس الشخص اللي هو دابا كيدوي، نفس الشخص اللي قالوا لي الله يخليك اخاي سيمو بغينا شي برنامج ينجح واللي هو تلفزيون الواقع، ما كاينش ما احسن منه، وبالتالي ما نبقاوش نكريتيكو في تلفزيون الواقع. كنقول لك راه ماشي ديالك، خليه لشي ناس اخرين، ماشي ديالك انت، لان كاين فرق. انا ماركتر، انا كنشوف شنو خدام وكنبيعو، ما كنبقاش نتفنن لا وهكذا لا نفيدو الناس لا نعلموهم لا وخير. ودا اللي يشوف الفيديوهات ديالي راه ما كيتفرجش فيهم كلشي، وسير قارن شي فيديو ترفيهي مع شي فيديو تعليمي، غادي تلقى الفيديو الترفيهي فيه مشاهدات بالملايين، وغادي تلقى الفيديو التعليمي فيه مشاهدات بعشرات الالف، ولا مشى مزيان كاع مئات الالف. الناس اصاحبي باغا تفرح، باغا تلعب، باغا الحفله، وبالتالي التلفاز ما مسلياش تعلمك، لان نيت انت اللي كتقول لهم علمونا، الا حطوا الناس اللي الاكثريه كتقول لهم علمونا، الا داروا لهم التعليم في التلفازه ينوضوا من قدام التلفازه ما غاديش يتفرجوا، خاص يديروا لهم الترفيه باش يتجمعوا باش يتفرجوا باش يتبع الاشارات باش تدخل الفلوس، وبالتالي ما غاديش ننتقدوا التلفازه. التلفازة هي واحد الحاجة اللي كتخدم تتشوف لاماسا شنو باغية، كتجيب البرودوي كتعطي لك. مني انا اللي يجي يقولوا لي التلفازة هنا برنامج اخاي سيمو كيبان لك اللي غادي يجي مع الناس ويتفرجوا فيه ونحقوا على عدد المشاهدات، التلفزيون الواقع العاود عطي للشعب داكشي اللي باغي. هادشي باش مابقاوش نكريتيكيو، فهمتي؟ لان راه نكسال نكريتيكي لك دوك البرامج كاملين، ولكن انا كنقول لك دوك البرامج انت ما خدامينش لك، انت باغي دوز لواحد النيفو احسن ما خدامينش لك، خليهم للناس الاخرين، والناس الاخرين راه الاكثرية هما هادوك وغادي يبقاو كيتفرجوا وغادي يزيدوا يتفرجوا. ما تبقاش تكريتيكي في التلفازه، ما تبقاش تكريتيكي في موازين، ما تبقاش تكريتيكي. بدل راسك، بدل الناس اللي دايرين بيك، بدل صحابك، حاول تبدلهم حتى هما، يا بدل العائله ديالك، وكلشي غادي كيتبدل لاحسن ان شاء الله. اما الكريتيك ما عندنا ما نديرو. ملي كنقول بدل يعني ماشي تلوحهم، لان تبدل شويه عندنا بدلهم يعني حاول تمشي بهم للاحسن، يعني خذ دوك سميتو زيد بهم شويه لقدام، زيد بعائلتك. ملي تزيد انت براسك انت هو الاول لقدام، بعد انت هو الاول يعني ماشي هما، انت الاول. ملي تزيد براسك لقدام، ملي تنقد راسك انت الاولاني، ديك الساعه بدا تنقد الناس اللي حدا منك، تبدلهم يعني كنجي لك دير عليهم واحد شويه تاع الامباكت، واحد شويه ديال الانفلونس، اثر عليهم كيف ما انا دابا كنأثر عليك، لان راه ما كانش غادي نأثر عليك كون كنت باقي عايش في دواري زيك، راه امبوسيبل. خاصني نقد راسي هو الاول. ابخي ما نقدت راسي وطاح داك الماسك ديال الامان من الطياره وهزيتو، بعدا ركبتو لراسي، دابا تنشوف الناس اللي حدايا تنقول لي هاك ركبت انت هذا عندك لا تموت وغاديين، فهمتي؟ كاين واحد الامباكت، كاين واحد الانفلونس، كتبدل يعني ماشي كتلاوحهم، كتبدل هي كتحسنهم. وبيان سور كاين واحد الناس اللي ميمكنش يتبدلوا، ميمكنش يتحسنوا، كتخلى عليهم عاد وتمشي الله يعينني، ما عندك ما تضيع معاه بالوقت، هذا يجي ردك اللور ما شي زيدك لقدام. كاين شي ناس صعيب يتبدل، كتلقى ديك العقليه ديال الفقير محفوره فيه، تغرسات، فهمتي؟ رسموها مزيان، وماشي رسموها بالقلم ممكن نمسحوها، ولا رسموها حتى بالستيلو ممكن نغسلوا ليه وصافي، كتلقى فهمتي نقشوه، تنقش كتلقى تنقش بالسلبيه، ولا شخص سلبي كذا تخلى عليه لوح، ما عندك ما دير معاه، دير ردك اللور لوح والله يعاونك. صراحة باقي بزاف لي كومباريزون ما يدارو، باقي بزاف ما يتقال، هاد الموضوع هذا راه طويل. من الاحسن سير قرا ثلاثة د الكتب هادو، فهمتي؟ ما تبقاش تسنى انا الفيديوهات ديالي هما اللي يفيدوك، خصك تعلم تقرا صاحبي. الناس اللي لاباس عليهم راه كيقراو فغيمون، خصنا نحطو هاد الاحصائيات قدامي. الاحصائيات حتى هي بنفس ال 86% اللي كتبغي تفرج في التلفزيون الواقع، لا اغنياء 86% ديالهم كيقرا وعزيز عليه يقرا، بينما 63% ديالهم كيسمعوا الاوديو بوكس، تيسمعوا دوك الكتوبة تيسمعوهم كتاب. اوديو بوك يعني ما كتقراش، كدير واحد الكتاب في ودنيك و تمشي تتمشى تسمع ليه، ولا جالس في بلاصه كتسمع ليه. وراه ديما ملي كتشوفوني في الخمسات العشيه خارج كنجري وكنتمشى وكندير السبور، كنكون داير واحد الاوديو بوك في ودنيا، ويوميا كنقرا. خاصك تتعلم تقرا معلم، راه ما كاينش صدقات.
الناس اللي لاباس عليهم اللي كيبان لك وصلوا داروا شي حاجه في حياتهم راه ما وصلوش هاكا، راه ما صدقاتش اليوم. هذا الشيء هي اول حاجه خاص تحيد، لان ديك الصدقات اليوم هي اللي كتخليك تخرج على راسك فغيمو. اللي ما كاينش حاجه سميتها الصدقات اللي ما نزلش عليه هذا الشيء من السماء، مشى خدم عليه حتى انت خاصك تمشي تخدم، خاصك تكوبي العقليه. جايز بليز ما تنساوش لايك تعليقات، بلا ما نوصيكم، واهم اهم حاجه الدعوه ديالكم.